الوجهين عنهم يلفى. ثم قال: من لام فعل اسمن أتى الواو بدل، يا إن كتق وغالبا جاز البدل، بالعكس جاء لام فعل وصفا وكون قصوى نادر الأخر. فعل إذا كانت لامها واوا سلمت وبقيت في الاسم كدعوى وفي الصفة كنشوى، وإذا كانت لامها ياء اعتلت واوا في الاسم كتقوى وبقوى وثنوى، واعتلت في الصفة قلبت ياء كخزيا وصديا. قوله غالبا لازم من قوله مريا وطغيا وسعيا. قالوا يا ابن مالك لست بحاجة إلى أن تقول غالبا، هذه عليها ملاحظة. ريا أصلها صفة، والصفة قلنا تعل الياء، تعل فيها الياء واوا، تعل فيها الواو واو ياء واو ياء. فريا أصلها رائحة ريا، فالصفة تحولت إلى اسم وبقي الإعلال بحاله ريا، وكذلك بقي التصحيح بحاله، بقي التصحيح ريا. الأصل الإعلال تقوى، وريا خزيا وصديا إعلال، قلبت الواو ياء. كذلك قالوا ريا أصلها صفة بقي فهي معلق. كذلك سعيا قالوا لعلها كانت بضم السين، فتحوا السين وابقوا الإعلال بحاله. وكذلك طغيا ولد البقرة، ولد ذات الظلف، طيب طيب لعلهم نقلوه من صفة صار اسما فبقي الإعلال بحاله. بالعكس جاء لام فعل وصفا، فعل إذا كانت لامها ياء، لامها ياء صحت في الاسم كفتيا، فتيا اسم، وصحت في الصفة كقصيا. وإذا كانت واوا سلمت في الاسم كقوله أدارا بحزوى هجت للعين عبرة حزوى. وإذا كانت صفة تعل ياء كدنيا وعليا، دنيا صار دنوى، وشذ قياسا وهو فصيح استعمالا قصيا قصوى. كان كما يقول النجديون يقولون قصيا، الحجازيون يقولون قصوى. إذا أنتم بالعزة الدنيا وهم بالعزة القصوى. ولك وسلم. أنا أقول بالعكس جاء لام فعل وصفا وكون قصوى نادرا الأخر. ماذا بعدهم؟ إن يسكن السابق من واو ويا واتصل ومن عروض عليا، فياء الواو اقلبن مضغما وشذ معطى غير ما قد رسم. هذا موضع تقلب فيه الواو ياء وهي عشرة عموم عشرة، وذلك إذا اجتمعت هي والياء في كلمة، والسابق منهما ساكن متأصل ذاتا وسكونا. مثال تقدم الواو طوى طيا صار طويا، ومثال تقدم الياء سيد صار سيود. فإن كان في كلمتين لا إعلال مثل يمشي واقد ويدعو ياسر، أو كان في كلمة واحدة وانفصل كزيتون زيتون، إن سكن أولهما إن تحرك أولهما لا إعلال مثل طويل غيور، أو كانت الواو ليست متأصلة ذاتا نحو بويع بويع. وكذلك ديوان ديوان أصلها ديوان ديوان، كرهوا واوين فقلبوا الواو الأولى ياء يعني. ديوان أصلها ديوان ديوان، هذا ليس متأصلا ذاتا. وكذلك رؤية رؤية، الواو ليست متأصلا ذاتا، هي أصلها همزة رؤية لكن خففها، سكنت بعض الضمة خففها فليست ذاتية. وكذلك إذا كان السكون غير متأصل كقول أهل نجد فيها قوية قوية، قالوا فيها قوية قوية، السكون ليس أصلا، الواو نصر محرك بالكسر. بنو تميم يقولون في فاعلة يسكنون لامها، فخذ يقولون فخذ، علم علم، قوية يقولون فيها قوية. إذن السكون ليس أصلي، ليس متأصلا.
إذا متأصل السكون إذا أصلية أنا أقول يسكن السابق من واو ويا واتصل. لماذا لجأوا إلى هذا كله؟ قالوا الواو أثقل ثقيلة والياء ثقيلة ثقيلة، فلو أثبتوا قالوا في طوى طويا كانوا انتقلوا من ضم إلى كسر وهو ثقيل لا يقع إلا في بعض الأفعال مثل قتل وضرب. وإذا كانت الياء متقدمة كما هو في سيد سيد كان انتقلوا من كسر إلى ضم، وهذا لا يوجد في اللغة العربية أصلا. فعل ليس في اللغة العربية، فعل لا يوجد. لماذا لم يقلبوا الياء واوا؟ قالوا هم قلبوا ليضغموا، والواو من حروف الشفتين وهي قليلة، والياء من حروف الفم وهي كثيرة جدا، فالإضغام فيها أسهل. رأوا أن الأسهل أن يقلبوا الواو ياء، فقالوا طيب أرحل تعليل النحو يقبله ولا تفرض. وشذ معطل، هذا ما ذكره ابن مالك، لكن بقي عليه شرط أن لا يكون اجتماعهما ناجما عن تصغير مفرد محرك الواو يجمع على مفاعل، مثلك جدول، جدول لو صغرته تقول جديول، اجتمعا في مكان واحد، لكن هذا ناجم عن تصغير مفرد محرك الواو يجمع على مفاعل. لماذا؟ لأنك لو كسرته لقلت جداول، والتكسير والتصغير من واد واحد ما صح هنا يجب أن يصح هنا. أسود الحية، أسود الحية تقول فيها أساود، وتقول فيها كذلك أسيود، ترك هذا الشر. فإن كانت الواو بالمفرد ساكنة يجب الإضغام، مثل عجوز الواو ساكنة تقول عجيز ماشي. ومن الشذوذ قولهم عوى الكلب، كرمك الله، عوى الكلب عوة، قلبوا الياء واوا قريبا لجوا إلى الثقيل. وقولهم عوى الكلب عوية، صحة الواو والياء. ومن التابعين المشهورين رجاء بن حيوة، وكذلك الضيون وهو القط الضيون، هاي شوال. وكذلك رؤية، يا أيها البلد أفتوني في الرؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون. الرؤيا الواو ليست أصلية، أصلها همزة، وهناك أدغام كلها شوال. أنا أقول وشل معطى غير ما قد رسم. Thank you.